السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين المدرب السابق وين يعود للميادين حسب الأخبار، وين قال لك بلي غادي يدرب ذاك النادي تاع بونتياح اللي راح له بونتياح. هنايا اش نقولوا، احنا الله ينجحوا، يدي بطولة كأس آسيا، يدي الشامبيونة، يدي كأس العرش، يدي كأس ولد الأمير، كأس لانيفيرسير بنت الأمير في قطر، خاطر يكثروا هما هذو الصوالح وينحسبوا ألقاب، فما تربح دراهم برك. تعالوا تاع لاني تاع بنت بنت لانيفيرسير بنت الأمير، وولد يعني ذكرى وفاة ولد الأمير وذكرى زواج الأمير، هذو كاع ألقاب، هذو كاع يديرهم هما يعني، ما يديرهم ان شاء الله بربي يدي، وان شاء الله يدي اللقب الذهبي يعني كي يقدر ما ينهزمش كاع. شحال فيها الشامبيونة البطوله تاع قطر، شحال فيها من مباراه؟ فيها 20 15 مباراه ولا 16 مباراه؟ هيا يدي اللقب الذهبي ما ينهزمش كاع، هو 35 مباراه ما انهزمش، يزيد يحققها مع نادي الشمال ولا ماك يسموه، هذه هي. وإلا كذب ما نعرفش، إلا ما بطلوش ذلك، إلا ما بطلوش يعني ما التالي كاع. وأفادت موقع أونز مونديال الفرنسي يوم الاثنين أن المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري يقترب من العودة للميادين من بوابة نادي الشمال القطري. وأوضح الموقع أن مسؤولي نادي الشمال القطري يطمح لبناء فريق قوي له كلمته في الساحة الكروية القطرية، ولذلك فإنه ستسلم يعني المهام يعني لرئاسة الجهاز الفني الفريق، يعتبر خطوة نحو تسديد هذا الطموح. وفي حال تأكد هذا الخبر فإن المدرب السابق سيكون مدرب لمواطنه بغداد بونتياح، الذي تعاقد في بداية الأسبوع مع نادي الشمال يعني قادما من نادي السد القطري. أنا الله ينجحه، كان يقول لك منا ومني، احنا الله ينجحه، الله ينجحه، هذه هي على شلة. أنا الله ينجحه برك، ويدو مع محرز، محرز صار له مشاكل مع النادي تاعه وكلش، ويدو محرز خير، أكو يدو محرز حاجة مليحة. لا ويدو معهم محرز، لأن محرز راه عنده مشاكل وقيلة مع الجهاز الفني تاع الأهلي هاي. وهم مليح هاي، يروح يكذب إيكيب يا أخويا، مليحة يروح يضرب إيكيب ولا يضرب إيكيب هاكا شوية في طول مين يربح ولا لا 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 لا. عمكم هشام، عمكم عبد الله يخرجوا يرقصوا، عبد الله يبدا يرقص، داك بو كلبة هذاك يخرج يرقص سبحان الله، وهذاك هذاك عمكم هشام ثاني يدير فيديو يقصف قصف ويقول لك، ولا من يخسر يقول لك مؤامرة منا من الجزائر، يحصلوا في صادي ولا يحصلوا يلبسوا فما كي يعطوهم قبعات صفر صفر، كي يخسر يديروا قبعات صفر يقول لك هذو هما اللي خسروه، هذه هي. حاجه فين مليحه هذه، وهذه تاع الشمال القطري هضر عليها حسين جناد، ولي قال الاول قال لك ها ولا راه مشى راه السعوديه ولا جاي الجزائر، خاص تلقوا دعايات هنا، قال لك بيدي اللامسيه وبيدي منا تلقوا دعايات
هي يعني وحسب إدارة نادي الشمال عبر صفحتها الرسمية على منصة الإكس، يعني فقد أعلن رئيس النادي إبراهيم السادة تعاقده رسميا مع المهاجم بونجا على هامش عرض اجتماع الجمعية العمومية للنادي، للإشارة بأن بونجا غادر الصد القطري مع نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة استمرت 9 مواسم كاملة توج خلالها ب 14 لقب. مداش كأس آسيا، مداش هو كسموه بونجاح، مداش كأس آسيا، شارك في كأس آسيا بصح ما تحصلش عليها، دا غير فما تاع لانيفيرسير تاع الأخرى. بصح حاجة مليحة اللي نهضروها، حاجة مليحة اللي نهضروها هي بونجاح مثل يعني في العمل في الاحترافية، وهذا دار صح، مثل في العمل في الاحترافية، مثل يعني 9 مواسم 9 سنين تقعد انت في ايكيب، يعني يقولها غير فهم كي نقولوا كيما هكا، كي نهضروا كيما نهضروا على اللاعب المحلي الجزائري. هذا بنجاح مثل يعني في العمل وفي المستوى، قاعد في المستوى هو مع 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 قطر مع قطر مع السد، يعني ما هذه يا خويا. دي صعيبة صعيبة، شوبير غادي ما يكذب حتى إيكيب. هذي درت عندي في الصفحة راني نشوف، قال لي المدرب السابق ما رايح يحكم حتى إيكيب ومكاش لي يخدمه. لا هذي على بالي شوبير، كل المنتخب المدربين راهم يعملوا إلا مدرب الهيشر اللي راه حبس. والله ما على بالي خويا، عيطوا لهم. انا المهم على بالي بلي سوريا داروه ومن بعد قلعوه، على بالي بلي هذيك واحد اللي كيف الاخر داروه وقلعوه يا خويا. المهم غادي ان شاء الله بربي يقضب منتخب ولا يقضب نادي ولا ما بطمين بالك غلط بطمين اللي هدر قال لهم بلي يودي عنده عروض من منتخبات بيت لعب اليورو. اليورو بدا، منتخب غادي يلعب نهائي، قارة يلعب نهائي، فهمتي انا المنتخب هذا اللي راكم تحضروا عليه انتم. والله اخويا وما زمنا يعني على المنتخب هذا انتم اللي تحضروا عليه، بيلعب نهائي بيلعب دومي فينال، منتخب انتم راكم صانعينه وبيتلعبوا يا هضروه هذا وناكم. انا المعطاوي قال لكم اللي غادي يروح يقلب ايكيب في السعوديه، في السعوديه بزوج ملايين اورو في الشهر، عاودي انا الشيطان. انا عارفو بلي مدربي اللي خدمو واحد كيما راخر حقروه كيما سعدان ذاك العام 86 ربت كعب توقع اللعب بعد قضب الرجاء دا تشامبيونز ليغ، راخو كسموه عبد الحق بشيخة حقرو خرج راح ما قعدش لهنا يقول لك بلي حقروني ما خلونيش نخدم والحلم ومن لا راح خسر مع ليكيب ناسيونال حتى الايقاع لا طاك 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 راح قلب تونس في تونس طاف 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 بعد دخل المغرب. انت يا خويا هذه هي اللي نعرف انا حاجه اخرى والله ما نبي مدرب ما يقول بالك طليان بالك ما ماش عارفين من المنتخب اللي بعيد قلبه. لا تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعيل الجرس وربي يحفظكم.